السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. یہ تین دعائیں پڑھ لیجئے میرے پیارے دوستو. آج میں آپ کو تین ایسی دعائیں بتانے جا رہا ہوں جو بھی ان دعاؤں کو پڑھے گا اللہ اپنے غیبی خزانوں سے ان کو بہترین حلال اور پاک روزی عطا فرمائے گا اور بے حساب ان کے مال و دولت میں برکتیں دے گا. لہذا ان دعاؤں کو ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیا کیجئے. وہ دعائیں اس طرح ہیں. قل هو الله أحد يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. توكلت على الحي الذي لا يموت. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. بسم الله على ديني ونفسي وبلدي وأهلي ومالي. أستغفر الله ربي من كل ذنب أذنبته وأتوب إليه. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وحزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم سلمني لرمضان وسلم رمضان لي وتسلمه مني متقبلا. لا إله إلا الله الحي القيوم القائم على كل نفس بما كسبت. اللهم بارك لنا في رمضان وسهل لنا أشكالنا. اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا واحد يا أحد يا واجد يا جواد انفحنا منك بنفحة خير إنك على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا.
الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله محمد رسول الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك بي وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إني أعوذ بك من الهدم وأعوذ بك من الطرد وأعوذ بك من الغرق والحرق والهرم وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا وأعوذ بك أن أموت لدغا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي. اللهم إني أعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل. رب إني لما أرسلت إلي من خير فقير. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. لا إله إلا أنت عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. آمن الرسول بما أرسل إليه من ربه والمؤمنون. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وإن يكاد الذين كفروا ليغلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. اللهم إني أعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام.